بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعرف النهاردة على طريقة إضافة تعليق. طبعا الموضوع بسيط مش محتاج شرح، لكن هو بديهيا في بعض الناس هتحتاج تعرف الأمر ده، لكن هو زي أي فورم بترسله عادي من خلال الويب، لكن عن طريق الـ API باستخدام الـ API توكن. فبالتالي أنا عندي لينك هنا مثلا نيوز آي دي 5، فمحتاج أروح أضيف التعليق بتاعي وأحدد رقم الخبر اللي هضيف التعليق إليه. فبالتالي هنا هيكون نوع بوست او بوت او حسب اللي انا عايزه، فهستخدم البوست. بالتالي هيكون عندي البارامترز اللي انا هرسلها، او البارامتر ممكن نسميه كومنت. وبعد كده احنا اوريدي هناخد الاي دي بتاع اليوزر من خلال الاي بي اي توكن، وهنشوف ازاي نطلع الاي دي من خلال الاي بي اي توكن بكل سهوله. فبالتالي انا عندي لينك بالشكل ده، ولو جيت هنا قلت مثلا تيست كومنت وجيت عملت سند، هيقول لي ان اللينك مش موجود. فهنروح طبعا يعني هنا هيقول لي ان اللينك ده مش موجود، بخلاف ان احنا محتاجين نعدل هنا على الاي دي بتاع الخبر، مثلا نخليه في ريكوست او نخليه برضو في لينك. يعني ممكن تخليه هو اللينك وممكن تخليه في ريكوست. ممكن اجي هنا اقول نيوز اندرسكور اي دي وهيكون مثلا 5. فبالتالي هاجي هنا هقول مثلا ان انا عايز اعمل لينك جديد هسميه اد سلاش كومنت. اوكي، اذا هروح اعمل سند مره ثانيه، هيقول لي ان اللينك غير موجود او الصفحه غير موجوده. فهاجي هنا هنشئ لينك جديد باسم اد كومنت وهيكون نوع بوست. فهاجي هنا على الاي بي اي، لينك جديد هيكون اد كومنت وهيكون نوع بوست. فهاجي هنا add comment method مثلا، انا هسميها add comment، انت تقدر تسميها الاسم اللي انت عايزه. وهاجي هنا على الاي بي اي هعمل method جديدة هسميها public function وهتكون add comment. محتاج اعمل validation على الداتا اللي داخلة عشان ما يكونش فيه اي مشاكل من ناحية الكومنت ومن ناحية النيوز اي دي. فبالتالي هستخدم الفاليديتور اللي احنا استخدمناه من خلال اليوزر. فهاجي هنا اقول كوبي لليوز فاليديتور وهاخد الرول والفاليديتور بكل سهوله في المنطقه دي على طول، عشان بعد كده هاجي اشتغل على، ممكن اشتغل على ريكوست فانكشن وممكن اشتغل على ريكوست كلاس بكل سهوله. خلينا برضو نشتغل على ريكوست كلاس بكل سهوله، نجرب يعني الطريقتين بكل سهوله ان شاء الله. وادي الريكوست فايل ريكوست ماشي اول بالطريقه دي، هي سواء بالهيلبر فانكشن او بالريكوست كلاس. بعد كده محتاجين هنا نحدد ان انا عندي البارامتر الاول اللي هو الكومنت، عايز اتحقق ان هو ريكوايرد، وعندي كمان النيوز اي دي عايز اتحقق ان هو ريكوايرد لكنه نمريك مثلا. هاجي هنا اقول نمريك، ومحتاجين نتحقق من الاي دي ده فعلا موجود في الداتابيز ولا لا، عشان ممكن اي حد بيحاول ياتاك على الويب بيعمل مثلا او يعمل اتاك على داتابيز فيبعت داتا مش صحيحه فيحصل مشكله. لكن الفكره هنتعلم النهارده حاجه بقى من ضمن الفاليديشن، وهي الرول، انك تيميك نيو رول في اللارفل. ده المشروع بتاعنا على التيرمينال، ونشوف مع بعض ازاي ننشئ رول جديده، قانون جديد تقدر تحكم بيه الحاجه بتاعتك. فهتيجي هنا تقول PHP Artisan، شوف الرول مع بعض، نطلع على الميك، هيطلع عندنا هنا لاحظ ميك رول. اذا في هنا عندي امر الميك رول، اقدر اكريت انيو فاليديشن رول. اذا لو انا جيت نفذت نفس الامر وقلت ميك رول وسميت اسم الكلاس مثلا تشيك اكزيستس مثلا اكزيست نيوز بالطريقه دي وعملت كريت، هيطلع عندي هنا فولدر جديد اسمه رولز، لو دخلت عليه هلاقي تشيك اكزيستس نيوز. هيطلع عندنا هنا كونستراكت، وهيطلع عندنا بيزس، ويطلع عندنا مسج. كل واحدة من دول ليها استخدام بكل سهولة نقدر نشوفه ونتعرف عليه، ونشوف ازاي نعمل بيسنج للاتريبيوت والفاليو، يعني القيمة اللي جاية من الاتريبيوت والفاليو اللي انت بتدور عليها.
اذا هاجي هنا هستخدم بقى النيوز موديل في ال اكزيست بتاعتي, وهاجي هنا هعمل تشيك نيوز, ممكن اسميها تشيك نيوز, وهاجي هنا هستخدم النيوز موديل وهقول مثلا فايند الفاليو اوكي, وهعمل شرط هنا اف not empty لل value اللي انا استخدمتها هطلع true, واذا كانت غير موجودة هقول false. وهنا عندي المسج اللي انا هطلعها في حالة ان الخبر مش موجود, ممكن استخدم trans function وممكن اطبع رسالة هنا بشكل مباشر. يعني انا اقدر هنا اقول trans وهاجي هنا في trans, ادي عندنا ملف اللغة في الريسورس لانج ان, عندنا مثلا ملفات هنا للفاليديشن, وممكن انشئ فايل جديد واستخدم الترانس, مثلا هقول ادمن فايل هنا في المنطقه دي كده, هقول مثلا ادمن دوت بي اتش بي, وهاجي هنا هفتح واسم البي اتش بي واقول ريتيرن على الري, وهاجي هنا مثلا نيوز نوت فاوند, وهاجي هنا اقول مثلا this news is not exists مثلا, يعني على اي مسج تطلع بس نطبع بيها الجمله ونشوف الفكره. اذا عشان استخدم الرول ده بكل سهوله هستخدم اسم الكلاس بشكل مباشر بان انا نادي على المسار app rules, وهستخدم من خلاله check exists news. اذا هاجي هنا على rules space وهعمل use للكلاس اللي انا هستخدمه اللي هو check exists news sorry اوكي. بعد كده هاجي هنا لاحظ اتحققت من القيمتين news id والrequired وكمان نوعه numeric, لكن محتاج اشغل الاوبجكت بتاع اللي هو check exists news او exist news. اذا هحط فاصلة بالطريقة دي وهحط new check exist news. اذا نروح نجرب مع بعض ونشوف نبعت اي داتا غير صحيحه بخلاف النيوز اي دي, شوف ايه اللي هيطلع, نعمل حبس. وممكن على طول هنا في مثلا على يوزرز هاخد بس الاف ستيتمنت اف فيلز بالطريقه دي, وهروح على النيوز كنترولر. اذا هروح اطبق وهشوف هيطلع معايا الستاتس فولس وطلع المسجز ولا لا. اذا انا هاجي هنا هقول مثلا اي دي رقم واحد بتاع نيوز رقم واحد, اذا هيطلع عندي هنا ميثود فاليديشن ريكوايرد نمريك, عندي هنا خطا, المفروض ان انا اعمل ارسال للداتا بشكل مختلف شوية. يعني انا هعمل ان كل value تكون في k لوحدها, يعني هنا الموضوع اختلف شوية, هضطر افتح k جديدة بالطريقة دي واحط required لوحدها والنمرك لوحدها. اذا هروح اعمل send من جديد, لاحظ طلع معايا بيقول لي this news is not exists. اذا كده انا كمان تحققت من وجود الخبر في database من خلال الميك رول بالطريقه دي. اذا احنا كده في الدوره دي درسنا معظم الحاجات اللي احنا شفنا الايفنت والكوماند, وشفنا الاوث, وشفنا الليزنر, وشفنا الجوب, وشفنا المين والميدل وير والمايجريشن والموديل, ولسه عندي النوتيفيكيشن والبوليسي, وعندي كمان البروفايدر, وعندي الريكوست والريسورس. دول حاجات هنتكلم عنهم, لكن عرفنا الرول والسيدر والتست ده لسه برضو هنشوف نتكلم عنه بشكل خاص. شفنا اوامر مايجريت, شفنا ازاي تنشئ نيو كوماند, الباكج لسه طبعا دي مش قصتنا, احنا اهم حاجه عندنا احنا ان تتعامل مع الفريم ورك باحترافيه, لان في بعض الناس بيجي يقول لك انا عايز اتحقق من الاي دي ده موجود في داتابيز. افرض الشخص اللي بيتعامل معايا بيبعت لي داتا مش صحيحه اعمل ايه؟ فبالتالي هي دي الطريقه, اهو تحط اري بالطريقه دي بالشكل ده. وممكن في طريقه ثانيه اسمها فاليديتور اكستند, من خلالها ان انت هتيجي هنا هتقول فاليديت, وهاجي هنا اقول اكستند او اكستند ايوه, وهتحط مثلا نيوز اي دي, وهتحط الفانكشن بتاعتك
ومن خلال الفانكشن تبعت الفاليو وتعمل نفس اللي انا عملته ده كله. طبعا الطريقتين صحيحتين. تقدر تبحث عن الاكستند وتشوف ازاي بتشتغل بكل سهوله. انت هنا بتحط النيوز اي دي مثلا وتبعت اكتر من بارامتر الاتريبيوت في حاله انت عايز تحقق من اسمه والفاليو اللي جايه منه، وممكن تبعت بارامترز تانية. يعني الفكره كلها وتبعت الفاليديشن رول اللي انت بتتعامل معاها، او لو انت عايز تحط فاليديشن مع الاكستند. يعني انت هنا عندك الفاليديت فاريبل بالطريقه دي. طبعا انا مش عايز ادخلك في اشياء جانبيه، لكن هنا طريقه التشيك على الاوبجكت بالطريقه دي، الاوبجكت كلاس بالطريقه دي، دي طريقه نازله مع اللارافيل 5 و5. الطرق التانية دي كانت الطريقة القديمة مع الإصدارات القديمة، لكن أنا بفضل ليك إنك تشتغل على الطريقة دي وتفهمها. طيب في حالة إن الخبر، وأنا آسف لطالة الدرس، في حالة إن الخبر موجود، هنقول مثلا add comment وهعمل new comments، وهاجي هنا أقول ممكن أستخدم أقول comments create. في أكتر من طريقة، في أكتر من طريقة. ممكن هاجي هنا أقول مثلا data وهقول request، ماشي، مثلا accept ال token وهاتلي الداتا اللي جاية من ال request، أو إن أنا أعمل new object وأضيف الداتا على هيئة ال object. إن أنا أجي هنا، يعني خلينا نقول مثلا add comment new comments واضيف add comment. طبعا في ناس تحتاج الاوبجكت في بعض عمليات الماث او عمليات حسابيه او نحصل نوتيفيكيشن، فبيحتاج الداتا اللي خارجه، فهيستخدم طريقه الكومنت. فهاجي هنا مثلا اقول الشخص اللي اضاف الخبر، وهاجي هنا اقول اي دي، وكمان سوري هاجي هنا اقول يوزر اي دي اللي اضاف الخبر، add comment news اي دي، وادي الريكوست. ممكن استخدم الريكوست كلاس برضو، اقول ريكوست انبوت او جيت او وات ايفر اللي انت عايز تسميه، تقول نيوز اي دي، وهنا نقول الكومنت. الطريقتين شغاله، مفيش اي مشكله خالص سواء اوبجكت او خلافه. فهاجي هنا هقول سيف، وهاجي اطلع ريسبونس. في الريسبونس هقول ستيتس مثلا ترو، وهنا هقول مثلا مسج، هقول مثلا كومنت از اد، اي حاجه بس تثبت ان احنا شغالين صح. هعمل حفظ واروح معاك على البوستمان، هعمل سند، قال لي هنا ان الخبر غير موجود، هطلع الاي دي الحقيقي اللي هو 5 وهعمل سند. تم اضافه التعليق بنجاح. نروح على الداتابيز ونتشيك على الداتا، او مش مشكله ممكن نروح هنا على اللينك ده ونعمل ريسنت، هيطلع معايا الخبر او التعليق رقم 6 على الخبر رقم 5، وادي التست كومنت، وادي اليوزر اي دي اخذناه من خلال التوكن من غير اي شيء، استخدمناه بكل سهوله. طبعا ممكن نقفل الكود ده ونستخدم الكود اللي احنا عملناه قبل كده، من خلاله كمان نضيف عليه في الاري، هنقول داتا وادي اليوزر اي دي، ونضيف عليه اوث يوزر اي دي. بالطريقه دي احنا يكون عندنا كل الطرق متاحه، وتقدر تعمل ريسند مره تانية. مثلا نقول تيست كومنت اتنينات كتير اي حاجه، سند، قال لي ايرور، عندي خطا هنا، قال لي ان اليوزر اي دي فعلا مش موجود. فادي هنا اليوزر اي دي بيحصل له كرييت فوق، واحنا عمالين ما شاء الله نطبع داتا غلط. فخلينا نيجي هنا نقول يوزر اي دي، وعندي اليوزر اي دي اوتوماتيك هينزل على الفانكشن. نروح مره تانية نعمل سند، قال لي كومنت تمت اضافته، واهو قال لي الكومنت 2. الطريقتين موجودين عندك، تقدر تستخدم الطريقه اللي تعجبك. وانا اسف جدا لطاله الدرس، لكن مهم جدا نتعرف على النيورال اوبجكت فروم فاليديتور. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.